محمد مظفر، بعت مشروع مؤسسة تكنولوجية، تحصلنا على اللابيل متاع المستير دولة التكنولوجية في 6 أكتوبر 2022. تعدينا في بروجي أوروبي اسمه إينوفي ممول من الاتحاد الأوروبي تحت إشراف إكسبرتيز فرانس وأفيك دي بارتنير كما وزارة الصناعة، وزارة التعليم العالي، السيوا، جمعية الأقطاب التكنولوجية. وأنا في الخبر باش نكون في ضمن المجموعة هذه، والحمد لله المجهود متاع 24 شهر في إنكيباتور ما تتكلم بالنجاح، وتوا كونا شركة مختصة في الفالوريزاسيون دون استراتيجية تثمين معناتها اي تثمين دونك لا فالوريزاسيون دي بيوماس دون استراتيجية انترناسيونال. وين باش تخدموهم معناتها اليوم التحويل نتاع فضلات البلاستيك بالتعاون مثلا مع المصبات اللي موجودة في البلديات ولا مع شكون بالضبط معناتها اليوم فضلات البلاستيك وفضلات النباتات من وين باش تاخذوه؟ الفضلات نتاع النباتات مش ناخذوهم من عند لي زاندستريال اللي هما في الدومين الاغرو اليمونتير. كل اندستري عندها فواضل، ما نعرفوا احنا زيت الزيتون معناتها عنده دو روجي، روجي ليكيد اللي هو المارجين، وروجي سوليد اللي هو الجرينيون. فاتوره يعطيك الصحه. المعمل زاد كيف اللي تقوم معناتها بتكسير اللوز، دونك ثم الكوك ديزاموند، ثم معامل خبينة ومختصين في الفستق، دونك الكوك ديزاموند في الجنوب التونسي وفي بعض الجزر، ثم بوكو دو ديشي دو بالمي. هذوما الكل تاخذوهم؟ هذوما الكل ناخذوهم، يتم تشفيفهم حتى نوصلوا بهم 3% تو دي ميديتي، وبعد يتم رحيهم دونك افيك ان تكنولوجي تري ديفلوبي باش نوصلوا بهم لل 40 ميكرون. 40 ميكرون معناتها تولي سوفون دو فاني. يوقع التريتمون تاعها دي مانيير كيميائيه، دي مانيير شيميك، دي مانيير ميكانيك، وتولي هذه الفرين هذه تولي شارج رونفورسونت للديشي نتاع البلاستيك. دونك نسبه الفرين دو بيوماس اللي هي كما كان يحكي الاخ اللي هي تري ريش اون سيلولوز اي ايمي سيلولوز، دونك تولي هي شارج رونفورسونت في الديشي نتاع البلاستيك. وهذوما معناتها الديشي نتاع البلاستيك شنو تعملوا بهم مع الديشي نتاع النباتات هذوما؟ يعني كيفاش باش تعمل رونفورسونت؟ شنو باش تعمل به؟ المشروع هذا اساسا شنو يخرج معناتها من اللي ديشي هذوما؟ شنو يخرج لنا؟ يخرج ان كومبوزيت ان بلاستيك ايكولوجيك 20% نتاعو 70 برودوي دو بيوماس، و20% هما النفايات نتاع البلاستيك. واكثر حاجه باش نستعملوها هما الجوجوات. نعرفوا احنا في الدومين في الميدان الفلاحي انه توا معناتها سواء كان في صابه الزيتون ولا اي ريكولت اي صابه اخرى، دونك يلزم امبلاج. دونك الامبلاج هذا هو سيت امبلاج اليمونتير اي او ميم تون سيت امبلاج ايكولوجيك، ما عندوش تاثير سلبي على البيئه نتاع الارض اللي ولا كيف يتحمل ياسر معناتها الادخان نتاع الفلاحه، دونك اللي تري ريزيستون بارابور البلاستيك كونفنسيونيل. إذا البلاستيك كونفنسيونيل مثال 1500 ميجا باسكال، البلاستيك هذا الإيكولوجي يرتفع إلى نسبة 5000 ميجا باسكال. إذا كان مش يترمى في فريغوات زاد كيف ينجم يتحمل حتى الموان 100 دوغري، معناتها ما ثمش ما عندوش عنده ريزيستونس كبيرة على كل ما هو معناتها حاجة باردة معناتها. دونك هي خدمة نتاع 12 سنة في مخبر علمي، والنتيجة كانت براءة الاختراع هذا. ألف مبروك، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله في نجاحات أخرى. شكرا لك سي محمد مظفر، يعطيك الصحة على جملة التفاصيل اللي قدمتها. هكا وصلنا لختام لقاءنا اليوم، شكرا عمر، شكرا بلال، شكرا هيفا، جمال تحية هدى، الأخبار تتفق.